أنا الاسم وليد محمد نور الدين الجمالي، أشتغل في اللجنة الأمنية العليا، ونعمل هنا في تأمين البلاد وتأمين الأمن والأمان للمواطن. غرفة نضرب خمسة رجال. أول ما تجي تسجل بتنتخب طبعا الناس اللي تبي ترشح، أنت الشخص اللي تبي ترشحه عن طريق الفروع متاع التسجيل متاع الانتخابات، هم هوني داخل المدارس داخل الجهات العامة يخدموني ما شاء الله صبح وليل ونهار باش ينتخبوا المجموعة الكافية. أنا سجلت حتى أنت سجل وكون إيجابي وصوت. يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي.